السلام عليكم. بالله أنا مواطن تونسي عامل بالخارج، عامل مشروع هنا في تونس، مكلف لي أكثر من 3 مليارات، ما خذيتش حتى سنتين من الدولة، ندخل في 200 مليون عملة صعبة كل عام للبلاد موثق. تعرضت لمهزلة، مهزلة نقول مهزلة بأتم معنى الكلمة، مهزلة هو نخدم شيخ هنا تونس، عندي المشروع هذا نخدم 18 ساعة يوميا، نخدم في 20 خدام. عرضتني دورية متاع ما عرفش دورية متاع ديوانة، حبسوني قدام باب الجزرنة في سبيطرة، حتى شوية على باب الجزرنة تقريبا 10 متر، احترام للثكنة واحترام للجيش التونسي هو الأمل الوحيد بتاعنا. الدورية هذه سبوني وسموني كلام واعتدوا علي لفظيا ولسقوا لي 5 ولا 6 قضايا وغلطوا العدالة وعدوني المحكمة، توقفت ضربت شبعت حبس، كلها تهم باطلة. المشكل فينا هنا في تونس، المشكل هو نتعدى على القضاء، القضاء ما يسمعنيش، ما يسمعنيش وش نقول. سمع الديوان ايش قالوا، يعني تعرفت مع الديوان، حزوني الديوان، بحثوني الديوان، وعدوني القضاء هم الديوان، يعني هنا كيت الحكم والخصم. مش معقول هذه، عندي تم جريمة حق عام، جريمة حق، أنا نسيت جزت بطريقة غير قانونية. خرجت من الحبس، براتني القضاء، صفني القضاء، تعديت على قاضي في السبيط يرحم والديه، قاضي شريف ونزيه يرحم والديه حتى تو، أنصفني وسمعني وعرفني اللي كوني مظلوم. الحاجة اللي قهرتني، تقهرت هنا في تونس، تقهرت. شو علاش تقهرت؟ تقهرت خاطر الإنسان يتظلم ويتقهر وما ينجمش يدافع على روحه، ما يسمعك حد. أعطاني رفع حجز على الكهرباء، المكهرباء مسلفها مع النسيب، هزيته للديوانة، شاف لي يعني حتى ضحكة باستهزاء، قال لي هذا رن نخوش لبناء. استغربت قلت شنو هذا؟ رفع رفض يعني باش يسلم لي كهرباء. شكيت لكل جمهورية، وكل جمهورية قال لي أنا ما عندي من أعمل ليه، قال لي أنت عندك رفع حجز ما عند حاكم ناحية ومساعد كل جمهورية، قال لي هو نفسه. تعديت القاضي الوكيل العام في القصرين، شكيت ليه، قال لي تو نشوف يعني وش نجم نعمل، قال لي القانون راهو فوق الناس كله، وكل واحد يفوت القانون راهو القانون يطبق عليه مهما كان. فرحت بعد قريب شهر رجعت يعني تحفظ القضية بصفة الديوانة عاملة لي لمحضر جبائي. ليه يا سيدي؟ محضر جبائي فيه لاني مهرب، نجمو تحلو بحث أمن، لاني هاز كونترا، لاني هاز حاجة ممنوعة، لاني ها فيها بضاعة السيارة فارغة ما عندي سيدي مخد مروح فيها. ليه؟ هنا تفاجأت أكثر، عملت مط، قالوا لي تعمل مط بصلح، اللي ليه ما عنديش علاش نصالح، تجبرت باش نخرج الكرهب الخاطر نسيبي يخدم عليها، يلقط عليها في قوله. قال لي تعمل مط بصلح، مط بصلح اش فيه يا سيدي؟ مط بصلح انا اعتبره جائر وباطل ومبني، الخاطر كل ما هو مبني على الباطل فهو باطل. السيد الماجري اللي خذا القرار نتاع ندفع الزملان نتنازل على السيارة، أول حاجة السيارة مشي باسمي باش نتنازل عليها، هنا ثم جريمة أخرى، وثانيا الديوانة نتاعو العوان نتاع الديوانة في سبيطلة راه مش الملايكة، راه الناس قاعدين يظلموا في البلاد، يوميا سبيطلة تدخلها أكثر من 100 شاحنة بتهري بدون لوحات منجمية. السيارات هذه شلاها لما يحبسها لما شافها جت على العين العورة، باهي مش مشكلتي انا هذه ما نحب نعرف ناس. انا النداء هذا نوجه لقيس سعيد وكل هو من هو شريف في الوطن، اذا انا ما خديتش حقي قسما بالله لما نعمل لجوء الانسان لاي دوله في العالم، تونس هذه ما يحمينيش لا قانون لا دستور لا قضاء لا حد شيء، هنا باش نخدم. اول حاجه العملية سارت قدام الثكنة العسكرية تاع سبيط، الكاميرا موجودة، طلبت كاميرا، خذيت تسخير إلى يومنا هذا، ما عندي اللي هي الكاميرا مش يعني على الطريق الرئيسية، ما نشكلش حتى خطورة على الجزر، علاش ما خذيتش وزيد طلبتها للبحر؟ علاش ما خذيتش مقطع تاع الكاميرا اللي هو يبين لي حقي؟ يا عالم يا قيس سعيد، في فما مواطن يظلم دورية ويطلب كاميرا باش يعني تثبت عليه، مش معقول.
يا قيس سعيد راه عندك ديوانة يحكم في البلاد، راهي الديوانة ما تمشيش تحت القانون، راهي الديوانة دولة في دولة، راهو يفكرني بحزب نصر الله في لبنان، دولة داخل دولة، شو معناها الديوانة؟